المدرسة، واشتغلت بشركة الدبس بالموصل بالرشيدية. وطبعا من خلال قناتكم أريد أوجه تحياتي لكلهم بالشركة، لكون عندي خدمة 18 سنة بالشركة. يعني الكل من موجود هسه بالشركة واللي يشوفني أسلم عليه، على كل البنات اللي كانوا وياي، على كل الأشخاص اللي كانوا يشتغلون وياي. مشتاقة لها؟ مشتاقة هواية، ومتمنى يرجع يوم واحد من ذيك الأيام كنت أشتغل بيها. أتمنى أم الربيع عين، يعني الربيع دائما نغضر بيها، كنا نطلع سفرات، نطلع دائما نحن وأهالينا وجيراننا، شوفيني الأعياد ناس تلتم. يعني اكو فرق هواية، سد الموصل، اي هواية هواية اكو فرق هنا عن هناك. هنا يجي العيد، روح العيد الناس كلها قاعدة بمكانها، ماكو حركة، صاير مثل الجمود. بس هناك تشوفين فرحة، اكو فرحة، اكو عيد حقيقي. يعني تشوفين الناس هالكليتشة، هالناس مخبوصة بالتنظيف البيوت، هنا تشوفيها عيد عادي وروتين، يعني مثل يوم عادي دي يمر هنا علينا. واشوف ان الحالة النفسية مأثرة عليكم هواية، يعني شوف تعبانين الناس كلها تفكر بالعراق، تريد ترجع، ما حابه تبقى هنا بالغربه. وهذا شيء انا اعتبره انه شيء ايجابي، انه الجاليه العراقيه تفكر بوطنها وتريد ترجع تخدم وتبني وتعمر، فشيء زين هذا ذكرى. ان شاء الله ترجعون للعراق، وان شاء الله تعمرون وتبنون وتشوفون اهاليكم الطيبين. وتحياتنا لكل اهالينا ببغداد وبالموصل وبكل عراقنا الحبيب. ان شاء الله يا ربي تعود الفرحه على كل العراقيين وعلى العراق الجريح، وان شاء الله ان شاء الله تعود البسمه عليه، وان شاء الله تلتم العوائل المتفككه اللي صار اخ بصفحه والاخت بصفحه والام بصفحه واللي تغربوا وتشتتوا بكل الدول. ان شاء الله وماكو دوله بالعالم مثل العراق الشتت، ماكو مثل العراق اللي شتت به، الاخ صار بصفحه والام صارت بصفحه. يعني ان شاء الله اتمنى من الله ان ترجع الفرحه على العراقيين، يعودون كلهم لما وحده وصينية واحدة، مثل ما كانوا يقعدون على الأرض يلتمون على صينية واحدة ويأكلون فطور واحد وغدا واحد وعشاء واحد. أتمنى كل العالم اللي كلهم بالعالم كله أتمنى يرجعوا على بلدهم، وأتمنى يرجعون على أهاليهم وعلى لماتهم على حفلاتهم على أخوانهم وأخواتهم. أنا مشتاق حد الموت، اتمنى تشوفنا امي هسه على من خلال قناتكم الفيحاء، ان شاء الله تشوفونا امي. وهذا ابني هسه ولدته هنا بامريكا، ان شاء الله تشوفها، لان هي ما شايفتنا وحتى بنتي ما شايفتها. فاتمنى تشوفها وشوفونا كل اهلنا واهلنا الطيبين بالعراق. واتمنى اشوفهم قريبا قريبا، ان شاء الله اشوفهم. وهذا ابني فادي. لا تبكي ماما لا تبكي، هذا ابني فادي وهاي بنتي ليندا. وسلم من خلال قناتكم على اختي بقرقوش بحمدانية اسمها نوال، وعلى اهلها كلهم، على اهلها وعلى قرايبها وعلى بيت حماها، وان شاء الله ان شاء الله تكون سعيده. وسلم على اختي كمان كم ساره مره ثانيه رجعت اسلم عليها، وان شاء الله تكون صحه جيده. وعلى امي بالموصل ان شاء الله تكون صحه وسلامه، وان شاء الله اشوفها. شكرا جزيلا هذا اليوم على هذه الضيافة، وأنا جدا سعيدة أن أكون بين أهلي وناسي، عائلة عراقية. وأكيد نحن كفيحة حلقة وصل بينكم وبين أهلكم داخل العراق. شكرا جزيلا، وأنا أشكركم هواية على زيارتكم على بيتي، إن شاء الله تعيدوها وترجعون مرة ثانية علينا وتشوفون عوائل بعد عراقية أخرى. وسلم على كل العراق، وسلم على أهلي كلهم فردا فردا، وإن شاء الله إن شاء الله يرجع العراق وتعود الفرحة على العراقيين كلها، ونرجع كلتنا على العراق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، مبارك الله بكم مهنمين، وكثر الله من أمثالكم. شكرا للفيحاء، بارك الله بكم. شكرا جزيلا. سلامة سلامات أبعد سلامات، يا رايح ويا الجاي أبعد سلامات.
سلامة سلامة عطرة السلامات تقوم السايح وغيرتك سلامات. مثل ما شاهدتم هذا اليوم جولتنا كانت جولة مميزة بيت عائلة عراقية لاجئة هنا بالولايات المتحدة الأمريكية. أكيد كنا سعداء نحن ككادر الفيحاء في أمريكا، وهذا اليوم كنا حلقة وصل بين عائلة ذكرى وبين العراق أهلها داخل العراق. أتمنى أن ألتقيكم في جولة جديدة من جولات الفيحاء في أمريكا. إلى اللقاء. I'm gonna make you mine.